أسراء، نعم، بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. ودوي أنا كي كنجيك ما فهمتش. زعما أنا كنجيك ولد الناس من ناحية ولد الناس اختك الله يعمرها دار. عرفتي أنا عندي الدار وعندي الطوموبيل وعندي 30 عام، شنو خاصني؟ خاصك تتزوج. هادشي علاش جيت بغيت ندوي معاك. انا راه بغيت نمشي نخطب واحد الدريه. هاي هاي على الخوينك كبر وباغي يتزوج. اجي اجي لهنا، اجي فين غادي؟ اجي تبارك. هادشي اللي طالع ما تعرفوش ليش راقد. القامي جفا وحد وحط بعلو عندك، تمشي تما وقول لك راسك تحيد الفيستا. ما غنصوني وش غنطلعو تال الفوق وغد ندق عليهم مش نغفلوه. إلا حلت لينا امها عفاية الحاكمة. ولا حل لينا بوها مدلي يديك باش يعرف الشخصية ديالك راه قوية وخوها حمر فيه. يلا خارج من الحبس خليه هو يحمر فيك. فين ساكنة؟ في السالمية. وشنو سميتها؟ سلمى. وشنو الاصل ديالها؟ من سيدي سليمة. فين تلاقيتي معاها؟ في البحر. انت كتقلب على الغرق. زيد 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 نشوفو السلعة تاع البحر ديالك. مرحبا بكم اولدي. الله يبارك فيك يا خالتي. زعما يقبلوا عليا؟ حنا اللي واش نقبلوا عليهم؟ راه الدريه قالت لي راه خطبها بيلوط وما بغاتش. قال لي كتقول لك يخطبها بيلوط عارفها طياره. كيفاش؟ والو والو، المغرب كله في 18 طياره. اللي ناضت تقول لك خطبها بيلوط وما بغيت. حنا نقول لهم بغاتك الريال مبغيناش نطلقوك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.